سيدنا عبد المطلب جد النبي ده ايه كان اسمه؟ شيبة الحمد، اسمه الحقيقي شيبة الحمد، لكن اطلقوا عليه عبد المطلب لان له اخ اسمه المطلب من ابيه هاشم. هاشم كان ليه زوجة في المدينة وزوجة في مكة، وكان بيخرج سيدنا هاشم رحلة ايه الشتاء دي، رحلة الصيف الجهة الشام، فيمر على المدينة يبقى ليه بيت، ما كانش فيه فنادق للناس ينزلوا فيه، فكان ايه في الاماكن دي يضطر يبقى ليه زوجة عشان ينزل عندها. فكان عنده زوجة في المدينة وهو رايح الشام في التجارة، يوم يمر على المدينة يقعد فيها قد شهر ولا حاجة مع دي الزوجة، وهو راجع برضه يريح عندها شوية ويرجع مكة، وعنده زوجة في مكة. زوجته في مكة أنجبت له المطلب، المطلب ابن هاشم، وزوجته اللي في المدينة أنجبت له شيبة الحمد. هاشم مات في غزة، وعشان كده احنا نسمي غزة ايه؟ غزة هاشم، وهو مدفون في غزة حررها الله، وله ايه مقام كبير يزار هناك سيدنا هاشم، لما تروح غزة ان شاء الله تبقى تزوره. فلما مات سيدنا هاشم هذا جد النبي، وسمي هاشم لانه اول من هشم الثريد، هشم الثريد للحجيج، يعني كان يطعم الحجاج كلهم على نفقته. ترك ايه حجابة البيت، يعني ايه رعاية الكعبة والاطعام والسقاية لابنه مين؟ المطلب اللي في مكة. ابن المطلب لما كبر، خد بالك ان عبد مناف كان دي هاشم وليه المطلب برضه، يعني عبد مناف ابو هاشم كان مقل مغل كان انجب برضه ايه المطلب وانجب هاشم، هاشم سمى المطلب على اسم ايه؟ اخوه، فاهم؟ فالمطلب ده لما كبر وبقى مسؤول هو لوحده ومات ابوه، فقال انا اروح اجيب اخويا شيبة الحمد اللي في المدينة عشان يساعدني في هذه المهمة. فراح المدينة وجاب اخوه شيبة الحمد وركبه خلفه على الحصان، وهو داخل مكة اهل مكة ما يعرفوش الا المطلب، فافتكروا ان المطلب اشترى عبد وهو جاي، فقالوا المطلب وعبد المطلب، وهو كان اخوه، والناس نسيت بقى اسم شيبة الحمد وفضل اسمه عبد المطلب الى ان مات بقى خلاص، وهو لم يكن عبدا للمطلب اللي هو ايه اللي هو اخيه.